هاي جايز، طبعا اليوم خميس وعندي اختبار وما توتر ما نمت. ايش في بعد؟ صراحة حسيت ما ادري انام ولا اجلس اذاكر، فلا انا نمت ولا انا جلست ذاكرت، جلست اتفرج على فلوجز. وش سويت؟ انا كنت احس اني قاعد اسوي شيء بس نسيت شو كنت قاعد اسوي. اي صح، كنت قاعدة منتج فيديو لليوتيوب قصدي. بس الحمد لله خلصته، الحين قاعدة اصور فيديو ثاني. سويت لي سلطة طعمها ولا طعم، بس اني باكلها. بحط مناكير بس والله. anyways احس اني ابغى احط لون غامق. ليش قاعدة عاملة كأني حيوان؟ فشكلي بحط هذا اللون. خلصت مظافري، ركبت اليد الثانية، طبعا لبست خاتمي النفتة لأني حابة، بس شوي بنظفها من هنا. يشوفوا لبست خاتمين هنا صغار عشان ما أدري يثبتون وجودهم قبل ما يضيعون. بس الحين محتارة وش ألبس معه. ألبس معه أبيض، يعني هاينك أبيض ولا هاينك أسود ولا بلوفر أحمر، ما أدري بجربهم وأشوف. بما أن الأوتفيت دان والمناكير وكل شيء، الحين بسوي له شوكليت. من زمان ودي أوريكم ماذا يوجد في حقيبتي، واليوم جاء الوقت اللي أوريكم. يقولي كان حقيبتي شوي كبيرة. أول شيء بيبدأ بهذا الشيء. لا شكلي بعلقكم بهذا بعدين يعني. أوكي الحين أقدر أشرح لكم. أول شيء عندنا لانش بوكس، أحيانا يكون فيها سلطة، أحيانا يكون فيها كل شيء، يعني كل شيء حرفيا. أحيانا يكون فيها بطاطس بعد، يعني ما أدري على حسب مودي بالليل إيش يصير. عطر حق البيبي هذا صراحة أحب ريحته. عندنا هذه الشنطة يوجد فيها ميك اب وشباصة، ماذا شو تسمونها، وبطاقتي القانعية. ليش كنت كريم عليها اسمي او شيء، رقم الهوية، اشوف فصيلتي اي بلس. تجيك هي اي بلس تجي فصيلة الدم، ما ادري. المهم المفروض انه يكون في بطاقتي، يعني شو اسمها هذه، بوكي موجود مع هنا، بس لاني مطفرة فما يحتاج اخذ منها. بس في كمامة وفي نظام. ايوه صح تذكرت، سماعة بعد، باقي حد باقي اسوي شعري. صح دقيقة قبل ما اشيل شنطتي لازم اوريكم انها كل مرة. اول شيء ما لها سحاب، اوكي كذا بس. بعدين اللي تبونها تحسونها كبيرة توماتش، يعني تصغرونها كذا تسوون. سهل بس يعني ما ادري ايش نجي كذا. كذا صارت سكيني جيرل. لا شو سكيني جيرل، سكيني باج. ياي تدرون وش اشتهيت اسوي؟ حسيت الجو مناسب اني اشغل شمعة حب. واو طبعا هذه اخر شمعة باقي عندي، الكل يعني خلصوا تشغلهم ونام، ما ادري وش الحكمة صدق. ليش كنت شغلها ونام؟ احس الحين حاسة بالذنب لاني احتجتهم، بس عادي يعني هناك هي ما ادري بكم، طبعا 5 أو 10 ما ادري، يجون كثير. تستهبلون كذا قاعد اصور ما اصور؟ لا مستحيل. طيب الحين بوريكم ايش بستخدم من شعري. عندنا اول شيء المنتج الرهيب اللذيذ هذا، جل حق الشعر. طبعا ترى يمكن لا عندي 6 شهور، لا حد اوفر 6 شهور، يمكن 4 شهور لا اكثر. اوكي راح حاليا المسطحات الخضراء، جايبه معي هوت شوكليت بس صار ايس شوكليت عادي. الله الجو يجنن، يا رب القساره.
هي كانت هنا يعني من الساعة 9 للحين ما صارت الساعة 9 من الساعة 6 الصبح، بس يا رب انها للحين موجودة. الحين الساعة 8 الجو يجنن. بيلي كم دوناي؟ 1 2 3 4 سعر اقطعكم التمثيل مزفر يا اخي عجز صدق لك كتابي هلا سارة خلاص لو سمحت سارة شوفوا سارة جتها هدية من بس تسمعي دقيقة ريم ريم ايوه من ريم شوفوا جبت لي انا بعد سارة انت سويتها صح؟ كيوت حتى توريني سارتك لايك 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 اوكي ليتس جو وقت اختبار هاي جايز طبعا رجعت من الاختبار دخلت بغيبوبة الاختبار كان خايس مرة يعني ما راح اقول لكم انه نص ونص كان خايس بس عادي خلاص اهم شي اني عطلت وارسلت لي نجد قالت بجي العشاء عندك قلت لها حياك الله وهذا نجد قلي هاي متابعيني طبعا نجد جبت لي هدية مرة كيوت احبها ترى شوفوا جبت لي شمعة بديت الترب وانا بشمعة دقيقة راح الفوكس اطلع دقيقة اي شوفوا جبت لي قلت لها احب الليمون جبت لي ليمون ريدا جبت لي حلاوة ما ادري اسمه حلاوة ولا بس انه جو دور لي مكان الحين شكرا اوكي خلاص معليش عيال صح تحتاجين جزء مشان حسيت اني بقول ذا الكلام الحين بسوي لي قهوه سويت لنجد قهوه والله يا اخي كيف ما تستخلي يا اصابعي طوال عشانك جايه من قدام اتوقع رجعت اتصفر صراحة ان البقر كله ميوزك طفش صح انت الظاهر بجامتك هذه البلوك كله بصير عبارة عن بيجامة نجد معليش بيجامة امي صار كده اوه انا اقول شلون طلع عنده بيجامة صيفية مستحيل دائما مشتر جلس لقيته عند امي يا اخي انت برادة وانا ها انت حرارة وانا برادة انا مو برادة لا بس يعني ما ادري شتا يعني برد عشاني بالملحق فبرد انا بعد ما استحمل الحر اوكي خلاص لو ما اخذت هنا الاكياس كبان ما يبان تبين يبان خلاص صور الاستخلاص كم صرحة نجدنا أنا مصرة أطلع مرة يا أخي أنا معجب أسمعه أنا معجبة بليان إذا كل شيء تسويه لازم أقعد أناظرة وأحقق معه زي كذا لأني يعني أنا أصغر منه فذاك أقتدي به للأسف حسيت إني شخصية كذا كبيرة حسيت إني واو أنا جنبه والله صدق من قبل كان علي أشياء غريبة يعني ما كان عندي حياة صراحة لا معليش يا اخي انت تظلمين نفسك والله انك كيوت يعني يا اخي
إيه ما قلت شيء، ما قلت إني ماني كيوت. أح دقيقة طيب أسري. لا لا يعني إني في أشياء كثيرة ما توقعت إني بصير interested in. إيه زي القهوة. من تجيبي مغص؟ أنا الحين تاني مغص. علمكم طريقة التبخير، بس تحطوا شوية وبخير. لازم يصير كذا يدور. الآلة قلبها يطق شكلها ما قبل. والله هذه حلوة. ها؟ تبي تدخل تكسر. والله يا رب يصير التصوير كويس. واضح من اول اني مو قادر اني مطمسه. كمان هي اشوفوا كل اللي يرسمون يدرون مستحيل تضبط الرسمه اذا في احد قاعد يصور. وش هذا؟ شوفوا شوفوا الطاره ذي كرهها يا اخي. اذا دخل مويه هنا تخيل لازم اشيل كل هذا واطلع بدنا اشيل القزاز عشان امسح هذه النقطه بس. يلا شوف ناس قاعده تحترف. قاعده اجرب جوالي شوفوا دايم. لا لا فاهمه ذكي شيل حقي. يلا فرق الاضاءه فرق فرق. طبعا اخترت الصحن احمر عشان نيني احمر احمر. طبعا غرفتي تعتمد على هذا النوع من الاضاءة زي ما قاعدة الناس تخطو. واو والله يا اضاءة تسكف شخ كلجت وجد كثر عني ذاتي حلوة. فاشوفوا هنا هذه عندي اضاءة هنا اضاءة هناك اضاءة هنا اضاءة هنا. فعني ايه لمبات في لمبات بس مستحيل استخدم اللمبات لانه انا ابيض يعني بيض. طبعا الحين قاعده اخليها تتفرج على الفلوج حقي لو سمحتي عشان تعطيني رايها اذا كان حلو ناقصه شيء في شيء. ها 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 ركزي لو سمحتي ركزي توا. لا لا كم لسه ما له شيء. ركزي ركزي حط دعايه. اوكي زحمه ايش زحمه ايفور. من وين طلع فلوس انا بعد مشاهدين. كم عندكم معرض؟ شفتي هذا المعرض؟ كل فترة يحطون فيه شيء جديد. الله هذه لوحات قام. ياه احسن شاعر. كل واحدة اشتغلت على قطعة. ايه يعني واللي في عنده خطأ نعدل عليه سوا زي كذا فهمتي؟ اوكي طبعا نجد راحت بيتهم وغرفتي صارت وين راح وسه لان لقينا مراية هنا وهي كانت هنا شلناها حطيناها هنا شوي زبدة يعني نحسنا مرة. فهذه كانت مع الجدار. الله عيني برتب وبوريكم الفاينل لوك. ترى مره حوسه تركزون لو سمحتوا. لا تصور لا تصور.